صباح الخير. صباح النور. الهيام صحيت؟ اي اتفضل حمزة الحلواني. يدخل. صباح الخير. انت صبور قوي يا حمزة. جنابك بخير النهاردة؟ سؤال متكرر، عايز تسمع إجابة متكررة؟ لا، عاوز أطمن على جنابك. تعرف إن أنت الوحيد اللي شفتني طول السنة اللي فاتت دي كلها؟ أيوة بس قصدك إنك ما شفتنيش يا هانم. أنا كل قصدي إن أنا أطمن عليك. صحيح إيه قصدك؟ ما أنا قلته يا هانم. سنة كاملة وانت الوحيد اللي بتطمن عليا، مش برضو يبقى هو ده الحب؟ يا هانم حضرتك عارفة ان انا بعزك جدا. شفت؟ للمرة الالف وانت بترفض حبي. لا انا اصله ارجوك، مش عايزة مبررات. مش محتاجة مني اي حاجة؟ صباح الخير يا شاهين باشا. اهلا يا احمد. شكرا. ايه اخبارك ايه؟ الحمد لله يا باشا. ايه ما فيش مشروع جواز جديد؟ والله يا باشا لحد دلوقتي لا. ليه؟ ما اعرفش والله، الظاهر حظي وحش في الجواز ولا ايه؟ مش يمكن يتعدل المره الجايه؟ ويمكن لا يا باشا. على كل حال انت برضو مسؤول ولو جزئيا. انت بتختار الست اللي هتعمل مشكلة. اعمل ايه يا باشا مع قلبي بقى؟ الجواز عايز عقل وقلب. بظنش يا شاهين باشا انك طالبني عشان نتكلم في الجواز. لا طبعا. ومدام المقدمات طالت كده بقطع الموضوع خطير. هو خطير فعلا يا احمد. في شكوى من 12 واحد تحت الحماية بيقولوا انك وزملاء ليك اعتديتوا عليهم بالضرب. وبعدين يا باشا؟ وبعدين ايه؟ الحكومة كلها مقلوبة. القنصل قاعد في مكتب نوبار باشا، ونوبار باشا وصل لي الشكوى في البيت. تصور. انت عارف يا شاهين باشا ان انا راجل دوري. عارف. انا احكي لجنابك الحكاية بالظبط. ايوه. انا كنت الصبح نايم قمت على هيصة. ايه الحكاية؟ قالوا في السرايا اللي جنبنا بتاعت حكيم اسمه عبد الله البكري، رجل فاضل. ايوه. جريت بجلابية النوم لقيت كام نفر شايلين الراجل وبيرموه بره البيت. حاولت اتفاهم معاهم، واحد فيهم زغدني زغده في جنبي لازالت بتنقح عليا لغايه دلوقتي. تفتكر اعمل له ايه؟ تعمل له ايه؟ ضربت له كميه كومته. غلطان. المهم ايه اللي حصل بعد كده؟ اتلموا علينا بالسكاكين والنبابيت. تصور يا شاهين باشا، واحد فيهم كان معاه سيف، وهما زي ما بيقولوا كانوا 12، هما في الحقيقه كانوا اقل من كده بكتير. وبعدين في الوقت ده جم ثلاثه من ولاد الضباط يزوروني، سمعوا الحكايه. مين هم دول؟ مين ايه يا شاهين باشا؟ اسماء الضباط اللي كانوا معاك. ايه راح فين يا شاهين باشا؟ انا تصورت ان انا بتكلم مع صديق، اما اذا كان تحقيق فلازم اقف لفرق الرتبه. انا كل اللي سالته مين اللي كان معاك؟ ما كانش معايا حد يا شاهين باشا. بس انت لسه قايل دلوقتي ان كان في تلات ضباط بيزوروك. انا قلت الكلام ده لصديق، ما كانش كلام رسمي. ما تصعبش الموقف يا احمد، الحكومه كلها عايزه رد. أنا قلت كل اللي عندي يا شاهين باشا.